اهلا بحضراتكم من جديد. خليني اروح لمداخله مهمه جدا عبر سكايب مع المحلل الفني محمود شاكر، ونتكلم معاه في مباراه اليوم ما بين مانشستر سيتي واليونايتد، وبالتحديد كمان عن ليفربول واللي شفناه امبارح بعد التعادل الايجابي مع برايتون بنتيجه 3-3. محمود مساء الخير. مساء الفل عليك يا امير، ومساء الفل على جميع مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل حته وفي كل مكان. وكالعاده وكالعاده اكيد ببقى مبسوط وانا معاك في الترند. منورنا محمود يا راجل. حد ما يكابتنش هالاند يا راجل، حد يعمل كده؟ ضيعت نفسك. انا قلت اعمل فيها فيلسوف واجيب ديفرنشال وهاري كين وبتاع، ورحت في داهيه في الفانتسي خلاص. طيب خلينا نتكلم عن المباراه النهارده، رايك فيها ايه؟ نتيجه كبيره جدا 6-3 لصالح مانشستر سيتي، والخارق هالاند اللي في الحقيقه يعني تالت هاتريك ليه هذا الموسم في 8 مباريات فقط. ده حقيقه امير، مباراه مانشستر سيتي تفوق فيها بشكل كاسح على مانشستر يونايتد 6-3، ولولا التهاون شويه اللي في الاخر من بيب جوارديولا وتفكيره في مباراه التشامبيونز ليج، فعمل تبديلات كتيره ولاعب لعيبه كتيره لسه كانت جايه في الميركاتو، ولاعيبه صغيره في السن الشباب، وبرده كنا شفنا ستونز لسه راجع من الاصابه فكان بيديله. فمانشستر يونايتد قدر يحرز هدفين في اخر الدقايق عشان النتيجه تبقى 6-3 بعد ما كانت 6-1. مباراه يا امير تفوق فيها بشكل منقطع النظير جوارديولا على تين هاج اللي ادار المباراه بصوره سيئه جدا 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 جدا، ووضح تاثير مانشستر يونايتد اللي كان ماشي بشكل كويس جدا لغايه التوقف الدوري، ولكن بعد التوقف الدوري زي ما تكون اللعيبه همدت او الروح اللي هم كانوا ماشيين بيها حصل ليها انقطاع، فده اللي ادى لاداء مانشستر يونايتد الهزيل النهارده. لو هنتكلم فنيا شويه يا امير، اقدر اقول لك ان برغم ان مانشستر سيتي ابتدي المباراه بالاثنين ستوبر او الاثنين سنتر باك، الاثنين مدافعين مش الاساسيين، لعب باكانجي ولعب باكي، والاثنين طبعا مش زي ستونز ومش زي لابورت او دياز، ولكن كانوا الى حد ما كويسين، وقدر مانشستر يونايتد ما قدرش ان هو يستغل الحاله دي. مانشستر يونايتد على الناحيه الثانيه ابتدى بطريقته زي ما هي، التشكيله الثابته بتاعته زي ما هي، وعن طريق الثنائيه بتاعه ان هو بيلاعب او بيثبت سكوت ماكتوميناي رقم 6، وبيلاعب اريكسون بيبقى عنده الحريه شويه قدام منطقه الجزاء ان هو يطلع بالكوره مع برونو فرنانديز، ولكن ما شفناش اي حاجه من الحاجات دي خالص. مانشستر يونايتد يا امير لا عمل كومباكت ولا عمل هاي لاين، كان في ازمه كبيره جدا في نص الملعب، وانا لغايه دلوقتي مستغرب ازاي كازيميرو ما يديش. ما هو ده السؤال يا محمود، يعني انت دلوقتي رايحين جايبين لعيب تقيل قوي زي كازيميرو من ريال مدريد بمبلغ كبير وبتاع، وانت محتاجه في نص الملعب، وبتلعب برضه بماكتوميناي، وخصوصا لما تكون مباراه صعبه زي دي قدام مانشستر سيتي، ايه التفسير اللي يخلي ايريك تين هاج ان هو ما يدفعش بكازيميرو بشكل اساسي لحد دلوقتي يعني؟ والله اميرو قبل التوقف الدولي كانوا بيسالوه بيقولوا له على كازيميرو، ازاي كازيميرو جاي ولسه لغايه دلوقتي ما ابتداش؟ الراجل كلمهم قال لهم هو لسه هياخد الوقت، لسه قدامه موجود. ده لعيب كبير يا جماعه، يعني مش لعيب صغير يعني. واحسن لعيب رقم 6 في العالم طبعا، قطع للكرات، قطع للهجمات، مفسد كل الهجمات اللي بتيجي دايما على ريال مدريد، لما شفناه كان لعيب في التوب فورم طول عمره، مستواه على طول كان دايما ثابت. وزي ما بقول لك راجل تينا كان بيقول لك اصل سكوت ماكتوميناي بيقوم باقوى فورمه في حياته، فاحنا سكوت ماكتوميناي برده بيقوم بدور كويس، ولكن مباراه زي النهارده قدام مانشستر سيتي محتاجه لعيب زي كازيميرو. المشكله كلها انت النهارده لو ينفع تلعب بالاثنين العب، يعني انت لو ينفع تلعب ماكتوميناي وكازيميرو العب. طبعا انا ما عنديش مانع ان انا ممكن العب بكازيميرو وماكتوميناي اثنين رقم 6، ولاعب برونو فرنانديز بس، واقعد اريكسن واستفيد باريكسن في الشوط الثاني، لان انت عارف يا امير ان اكيد الطريقه الوحيده اللي انت ممكن تضرب بيها مانشستر سيتي اللي بيلعب بكل خطوطه قدام وبيقابل من نص الملعب والكلام ده كله، هو الكونتر اتاك والترانزيشنز والتحولات السريعه جدا جدا جدا، ولكن ده ما شفناهوش مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد كل ما يطلع يا امير يحاول يطلع بالكوره ويزق قدام شويه، مجرد ما الكوره بتتقطع بيحصل التحول من مانشستر سيتي، نص الملعب بيكون فاضي بشكل كبير جدا جدا، بنشوف فودن جاي من اقصى اليمين لاقصى الشمال عشان ياخد الكوره بالعرض من 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 من, من الجبهه الثانيه، بيحط جونين بنفس الطريقه. شايفين برده كلنا شفنا ان مانشستر سيتي دايما الكوره اللي بيلعبها مع هالاند، ان دي بروين مجرد ما بيستلم الكوره بيبص على هالاند، هالاند بيجري على البعيده عشان يلعب له كوره على البعيده، نفس الكلام برده حصلت النهارده. كان في سوء اداء في نص ملعب مانشستر يونايتد مش طبيعي، خصوصا لما مانشستر بيحاول يطلع بالكوره مجرد ما تطلع منه في التلت بتاع مانشستر سيتي ما بيقدروش يجاروا. حاجه ثانيه يا امير، اول شوطه
شاطها مانشستر يونايتد في المباراه كانت في الدقيقه 38، فده يوضح لك الشكل السيء الكبير قوي اللي كان عليه النهارده مانشستر يونايتد. واعتقد مانشستر سيتي مفيش حد يقدر يوقفه. يعني انا منتظر في الشامبيونز ليج لو مانشستر سيتي لعب البي اس جي باريس سان جيرمان المباراه هتبقى عامله ازاي. مانشستر طبعا، وهالاند يا امير جاي الفرقه يعني اكتر فرق بتحقق فرص قدام ال 18، واكتر فرق بيبقى عندها بتبقى على طول ضغط، واكتر فرق مفيش راجل قدام الجون يا امير ما بيهزرش، سريع جدا جدا بيسبق اي حد، شورت سبرنت لونج سبرنت. النهارده كمان بيتقمص دور دي بروين في الجون اللي اداه لفودن، لاعب ثرو باس من ناحية الشمال لاعب حاجات دي بروين بالظبط. فهالاند مع مانشستر سيتي بوظ الكوره بصراحه، ما بقاش في تكافؤ فرص في الحقيقه يعني. ده طب انا عايز اسالك سؤال يا محمود، دلوقتي بعد الماتش ده هيتم الاشاده بجوارديولا ولا هيتم الاشاده بإيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بعد النتيجه دي، بما انه جاب 3 اهداف في مانشستر سيتي على غرار ما حدث هنا يعني ما بين الاهلي والزمالك، وبعد ما موسيماني كسب 5-3 الناس قالت لك لا ازاي يستقبل 3 اهداف؟ الاهلي كسب جول، والاهلي كسب شوط، والزمالك كسب شوط، وفرق جونين وبتاع وكلام من ده. لا طبعا الكارثه كلها كانت من تين هاج في ادارته للمباراه، في التشكيل اللي ابتدى بيه، في التوتر الكبير جدا جدا اللي كانت موجوده عليه لعيبته، وهو مسؤول عليه مسؤوليه كامله. مش جاي انا بعد ما يدخل فيها 6 اهداف وانزل يعني والفريق الثاني يبدا يريح عشان عنده في تشامبيونز ليج مباراه كمان 3 ايام، وانا اجيب جونين منهم يعني جونين فيهم استهتار بشكل كبير جدا من دفاع السيتي، يبقى ان انا اشيد بتين هاج. تين هاج يتحمل المسؤوليه تحمل كامل، مش زي عندنا. ليه ما الراجل جاب 3 اهداف يعني عادي، ايه المشكله؟ لا طيب خلينا احنا هنا برضو سيبنا سوري يعني قبل ما اقطعك، احنا هنا سيبنا كل حاجه وسيبنا ان موسيماني ازاي ما جابش اكتر من 5 تجوان، ازاي ما جابش 6 و7 و8، ده مدرب وحش، حاجه صعبه جدا. طبعا بيشوف حاجات غريبه يعني. طيب في كل الاحوال تعالى نتكلم شويه على صلاح وليفربول، لان الوضع بقى سيء جدا في ليفربول على مستوى الاداء، وسواء على الجانب الدفاعي او حتى الجانب الهجومي. صلاح بعيد تماما، ممكن يكون ده بسبب الشكل اللي بيلعب بيه ليفربول هذا الموسم. يعني بتقيم ازاي ليفربول لحد دلوقتي، وبتشوف ايه اسباب الوضع اللي هم فيه؟ والله يا امير كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان المشكله في توظيف محمد صلاح الجديد، ان الراجل بعد ما كان بيتخدم عليه راجل هو اللي بيخدم على الناس، والراجل هو اللي بينزل يستلم الكرة ويلعب الناس، وقلنا ان محمد صلاح مش مسؤول عن الفرص القليله اللي بتجيله، مش مسؤول عن الضغط اللي هو موجود عليه، وان البريس كله بيبقى عليه بسبب عدم وجود ساديو ماني. ولكن بصراحه يا امير امبارح كلنا عارفين ان محمد صلاح لعيب بروفيشنال جدا طبعا. جدا لعيب اكيد بيتمرن كويس، اكيد بياكل كويس، اكيد بينام كويس، بيفصل كويس جدا جدا جدا. وكنا بنقول ان محمد صلاح السنه اللي فاتت تعرض لمشكلات كتيره او سوء مستوى، كنا بنقول بسبب حاجتين، ان الراجل كانت نفسيته مش احسن حاجه بعد تصفيات كاس العالم او بعد نهائي كاس الامم الافريقيه، وبعد كده بعد ما القصه دي خلصت وخلاص وعدى وقت كبير قلنا مشكله التجديد وعاوز ياخد فلوس كتيره والكلام ده كله، ولكن كل الظروف دي خلصت والتجديد تم وخد الفلوس اللي هو عاوزها. ولكن امبارح انا بشوف محمد صلاح في ازمه في مستواه، مش معنى ان هو وزنه زايد او لا، ولكن امبارح في كذا كوره جات له امير، محمد صلاح في الكور اللي زي دي ما بيضيعهاش، في كوره خدها بذات حدود 18 وقطع لبره بيعملها على طول ار2 راحت في المدرجات. واضح ان في مشكله، وواضح ان سوء مستوى ليفربول مأثر بشكل كبير جدا على ليفربول. غير كده كمان يورجن كلوب بيعمل حاجات غريبه انا لغايه دلوقتي مش فاهمها. لويس دياز هو افضل لعيب موجود في ليفربول الفتره اللي فاتت كلها، امبارح بيقعد لويس دياز وبيبتدي بكارفالو، وكارفالو ما عملش اي حاجه. وعاوز اقول لك دايما يا امير المشكله الكبيره اللي عند ليفربول هي ان الثلاثه بتوع نص الملعب مش بنفس قوه السنه اللي فاتت بالزبط. ومش ثابتين، يعني هو ما بيلعبش بفابينيو، ما بيلعبش وهندرسون، وبيلعب بتياجو الكانتارا. امبارح شفنا هندرسون وتياجو الكانتارا وكارفالو، ففي في في مشاكل كتيره في الضغط بتاع ليفربول اللي كان بيتميز فيه ان هم بيعملوا الضغط العكسي فبيسترجعوا الكوره في اقل عدد من الثواني، ولكن الكلام ده ما بقاش يحصل خالص مع ليفربول، وده بسبب سوء الاداء بتاع نص الملعب، زائد ان ساديو ماني الريتم بتاعه كان شبه ريتم محمد صلاح شويه في التحولات، وهو السرعه وسرعه العدوى على الاطراف، ولكن لويس دياز من اللعيبه اللي بتحب تاخد الكره تحت رجليها وتحب تلف وتدور وتعدي واحد على واحد والكلام ده كله، فاكيد ده مأثر على الريتم وعلى السيمتريه اللي موجوده في الثلاثي الامامي. اكيد نتمنى التوفيق ليفربول ومحمد صلاح فيما هو قادم باذن الله. يا محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا كالعاده يعني حبيبي يا امير. وبقى كابتن هالاند بعد كده شكرا ليك.
نشكر محمود شاكر طبعا المحلل الفني اللي كان معانا عبر سكايب واتكلمنا معاه عن بعض الامور العالميه بالتحديد وبالتحديد الدوري الانجليزي، مباراه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد النهارده، وكمان مباراه ليفربول امبارح مع برايتون انتهت بالتعادل الايجابي 3-3. للاسف الشديد يعني صلاح بعيد شويه عن مستواه، اكيد سوء حال فريق ليفربول، الجانب الفني عندهم الدنيا مش متظبطه ومش احسن حاجه، فبالتالي ممكن ده اللي يكون مأثر على صلاح بشكل او باخر، لكن في كل الاحوال ان شاء الله القادم يكون افضل ليفربول، واحنا دايما نتمنى الافضل ليفربول عشان خاطر نجمنا العالمي محمد صلاح يكون في افضل حال ودايما ينافس على الجوائز سواء الجماعيه او حتى الفرديه، لان ده كله بيعود على مصر بشكل ايجابي جدا. ان احنا يكون عندنا اسطوره زي دي لازم نحافظ عليها بشكل كبير ان شاء الله الفتره الجايه يكون موفق بشكل اكبر. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نكمل بعض الاخبار المهمه، استنونا.